مساكم الله بالخير مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين. خصصناها اليوم عن منتخب اليمن للناشئين في بطولة آسيا المقامة في ماليزيا. ودع منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت سن 16 عاما نهائيات بطولة آسيا المقامة في ماليزيا معذرة والمؤهلة للمونديال في بيرو 2019 بعد خسارته أمام المنتخب الكوري الشمالي وعمان. مسؤول المنتخب أرجأ الخسارة للفارق البدني ولانعدام الدوريات المحلية التي كانت تمنح اللاعبين فرصة للتدريب والاستعداد. كان منتخبنا الوطني للناشئين قد تأهل لنهائيات كأس آسيا المقامة في ماليزيا بعد انتصارات حققها في الدوحة على منتخبي قطر وبنغلاديش وانسحاب الإمارات. تحدى الناشئون ظروف الحرب وتجاوزوا كل المعوقات وبذلوا أقصى ما يستطيعون لانتزاع فرحة لأبناء الشعب، لكن هذه الأمنية لم تكتمل. في حلقة اليوم من بين قوسين نقف عند هذه التجربة لمنتخبنا الوطني للناشئين، المنجزات وأسباب الإخفاق ومن يتحمل المسؤولية. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي، سيكون معنا عبر السكايب من الرياض ماجد الطياشي المنسق الإعلامي بمكتب وزير الشباب والرياضة، وعبر الهاتف من ماليزيا بدر البرام مدير المنتخب، ومن ماليزيا أيضا حارس منتخبنا الوطني للناشئين عبد الله السعدي. البداية مع الأستاذ ماجد الطياشي من الرياض. مساء الخير أستاذ ماجد. مرحبا بالخير أستاذ المشاهدين المستمعين لقناة الرياض. أهلا بك أستاذ ماجد، كيف تابعت بداية مشوار بطولة منتخبنا الوطني للناشئين منذ أن كانوا في قطر حتى وصلوا إلى النهائيات في ماليزيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من شاهد مباريات منتخبنا الوطني للناشئين في قطر خاصة في المباراة التي لعبناها أمام ماجد، ربما هناك مشكلة في الصوت. ماجد ابقى معي. وينضم إلينا الآن مدير المنتخب الوطني للناشئين الأستاذ نعم الأستاذ عبد الله السعدي، لا ليس أحمد، علي بن علي عضو اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم والمشرف الفني لمنتخبنا الوطني من ماليزيا. بدر البرام، مساء الخير كابتن بدر. مساء النور، أهلا بك كابتن بدر. ربما كانت الأحلام كبيرة جدا وكان اليمنيون والشارع الرياضي ينتظر فرحة، لكن للأسف لم تكتمل. ما هي الأسباب برأيك كابتن؟ الأسباب التي أدت إلى هذا المنتخب اليمني لكرة القدم للناشئين أسباب كثيرة، أهمها الإعداد المتأخر للمنتخب، والذي كان سببه الأول هو عدم والإهمال من جانب الحكومي في دعم المنتخب والاهتمام بالترتيب لمعسكرات تدريبية سواء محلية أو خارجية. هذا أدى إلى الإخفاق الأول أو الذي ساعد الإخفاق في سقوط مدوي أمام عمان. السبب الثاني هو وصول المنتخب في وقت متأخر إلى ماليزيا قبل البطولة بيوم واحد فقط، بالإضافة إلى اختلاف التوقيت ما بين ماليزيا ومصر أو اليمن بفارق 5 ساعات. وعند وصول المنتخب إلى ماليزيا اضطر اللاعبين إلى أن أو احتاج اللاعبين إلى يوم أو يومين حتى يتعودوا على الجو، ومما أظهر المنتخب في أول مباراته بشكل ضعيف نسبيا. نعم. وهذا الإخفاق الأول أمام عمان. أما بالنسبة للمباراة الثانية فقد أدوا أداء أجمل وأقوى من المباراة الأولى، وذلك بعد أن بدأوا بالتأقلم بالجو. فإذا كان إعداد مبكر للمنتخب من المتوقع أنهم يتعدوا المنتخب العماني ويكون الفوز من حليفنا، لكن الحظ لم يسعدنا هذه المرة. نعم. طيب كابتن، الآن ربما يعني في نهاية المطاف الكرة تحسب بالأهداف وليس بالأداء أو ما شابه ذلك. الآن ربما ودعتم البطولة، هل ستكون هناك ربما مراجعة من قبلكم وأيضا الاتحاد
تلافي الأخطاء في المستقبل؟ ما نتمنى عموما أن أولا البلد أن تصلح أوضاعها وأن يهتم الجانب الحكومي في دعم المنتخبات بشكل عام. من هذه الدعم لازم يكون أن بإعداد معسكرات تدريبية وإقامة الدوري المحلي ودعم الأندية، هذا أهم الأسباب التي تساهم في إعداد اللاعبين للمنتخبات. هذا أولا. ثانيا يجب على الاتحاد اليمني أيضا أن يحاول أن يجد مصادر أخرى لدعم المنتخبات وإعداد المنتخبات وإقامة معسكرات خارجية. وأما بالنسبة لأداء اللاعبين فاللاعب هو أدى ما عليه في الملعب وبقدر الإمكانيات التي حصل عليها من قبل الاتحاد اليمني لكرة القدم. نعم. طيب ابقى معي استاذ بدر واعود الى الرياض عبر السكايب مع الاستاذ ماجد الطياشي. استاذ ماجد تسمعني الان بوضوح؟ نعم اسمعك يا حبيبي. اهلا ماجد، كنت قد سالتك كيف تابعت رحله المنتخب الوطني للناشئين من قطر حتى وصل ماليزيا، الاستعدادات، اهتمام الاتحاد، الوزاره، هل كان عند المستوى المطلوب؟ طبعا كما قلت لك صديقي انه حين ظهر المنتخب في التصفيات التمهيديه للوصول الى نهائيات اسيا قدم مباراتان في قمة الروعة، جعل الجمهور اليمني يطالب بالمزيد من الاهتمام بهذا المنتخب، وكان يعلق عليه آمال كبيرة للوصول إلى كأس العالم ربما، خاصة بعد أن وصل إلى نهائيات آسيا وأصبح على مرمى حجر من الوصول إلى نهائيات كأس العالم. تعرف أنه مباراتين بعدين تصعد إلى الدور 16 ثم الثمانية، خلاص أربعة منتخبات يصلون إلى كأس العالم. لكن ظروف البلد وما نعانيه، ما تعاني شحة إنسانية الاتحاد العام لكرة القدم أو وزارة الشباب والرياضة، ما يعانيها البلد ككل حالة دون تحقيق هذا الحلم. هناك أخطاء مشتركة من ما بين الدولة، ما بين الاتحاد العام لكرة القدم، ما بين إدارة المنتخب نفسها، ساهمت في الظهور المخيب للأمل في نهائيات كأس آسيا. نعرف الظروف التي كانت قبل هذه الدورة، المنتخب أقيل مدربه وأسندت المهمة إلى المدرب المصري، ربما لا يعرف شيء عن المنتخب هذا الكابتن وائل غازي جزاه الله خير، ما قصر، مدرب كويس وجيد، وكنت أتمنى أن يتم استمراره كمدرب للمنتخب الوطني، إضافة إلى إقالة مدير المنتخب، إضافة ثالثة المعسكر، إنك تعسكر في أفريقيا وتلعب في آسيا، تعسكر في جو حار وتلعب في جو ماطر، اعتقد هذا خطا كبير وخطا فني وقع في طيب هذا الخطا استاذ ماجد. انا نعم. لا اعرف لماذا استاذ ماجد هذا الخطا والاخطاء التي تحدثت عنها وربما المشاكل التي اعاقت ربما عدم تحقيق مستويات متقدمه في البطوله، اين تقف وزاره الشباب والرياضه من ذلك؟ وزاره الشباب والرياضه عاده تحاول ان تدعم بحدود الامكانيات وحدود المعقول. نحن وفرنا معسكر في حضرموت، معسكر داخلي، وكان هنالك محاولات الى يعني اخر لحظه لاقامه معسكر خارجي، ولكن تعرف الامكانيات الحكوميه الشحيحه هذه الايام، اذا كانت وزاره الماليه حتى اليوم ترفض صرف المبلغ 60 مليون ريال الذي كرم فيه فخامه رئيس الجمهوريه المنتخب الوطني الاول المتاهل الى نهائيات اسيا، فاعتقد انه يبقى من الصعوبه يمكن ان توفر مبلغ مالي لاقامه معسكر خارجي طويل الامد لاي منتخب. نعم. طيب اعود للكابتن بدر البرام مدير منتخب الوطني للناشئين. كابتن بدر، يعني دور وزاره الشباب والرياضه كيف تقيمونه وانتم في الاتحاد؟ هل كان عند المستوى المطلوب ام لا نسمع بوجود الوزاره فقط عند تحقيق اي انجاز صوره تذكاريه؟ هذا فقط. أخي الكريم، جميعا مثلا وزارة الشباب والرياضة وجميع المسؤولين في الحكومة عندما يحصل فوز للمنتخب لأي منتخب نجد الكل يعلن بتبرع ودعم لدعم المنتخبات بشكل عام. لكن مثلا يعني المنتخب الناشئين عندما تأهل في الدوحة أعلن الجميع سواء في الرياض أو في صنعاء أو في عدن بدعم المنتخب وتوفير ما يمكن توفيره، لكن للأسف لم نجد من ذلك شيء. هذا كله كلام، يعني كلام صحفي إعلامي، وهذا ما لا نتمناه.
أما بالنسبة لإدارة الشباب كان هناك دعم، ولكن ليس بالدعم المطلوب، دعم شحيح جدا، لا يكفي لمنتخب ولا يكفي لإعداد حتى نادي. نعم. طيب كابتن بدر، ابقى معي ونشارك معنا في الحديث حارس منتخبنا الوطني للناشئين عبد الله السعدي. كابتن عبد الله مساء الخير. مساء النور. اهلا بك كابتن عبد الله. ربما انت يعني ستنقل لنا الحقيقه، يعني ما تعانوه انتم كلاعبين وانتم المسؤولين الاولين في الملعب في تحقيق اي انجاز. ابرز ما تعانونه وانتم كلاعبين. اولا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نحن نعاني وجميع الفئات العمريه والفريق الاول يعاني، لكن هذه نتيجه لما تمر به اليمن من ظروف. ورغم هذا الاستاذ احمد صالح العيسي يقوم بدعم المنتخبات بالدعم الخاص. يعني نحن نعاني، نعم اكيد، والشعب كامل الشعب اليمني بشكل عام يعاني. نعم. نحن مشرف اليمن حاولنا ساعين الى تحقيق انجاز ما حققه منتخب الامل في عام 2002، لكن الحمد لله هذه كرة قدم. نعم. وكرة القدم فوز وخسارة. نعم. كابتن عبد الله، لا شك انكم كابتن عبد الله كنتم قبل البطولة يعني تتحدثون وتصرحون بانكم ستحققون يعني ولو مستويات متقدمة في البطولة وتحقق يعني وتقدم يعني نقاط في هذه البطولة، لكن للأسف يعني جاءت يعني العكس تماما. ابرز يعني المشكلة التي ربما حالت دون ان تحققوا اي تقدم او اي مراكز متقدمة في البطولة. أبرز هذه الأمور هي التوقيت المعسكر، يعني توقيت المعسكر جاء في وقت متأخر. نعم. ومفروض إقامة المعسكر 3 شهور، يعني تفاجأنا في المنتخبات معدة من سنوات، يعني سنة كاملة وهي تعد في المنتخب. نحن نأتي في ظل هذه الظروف ونعسكر في شهر كامل، تتوقع مستويات ليس يعني من يعطي من أوى من يتمرن ويجتهد يلقى، يعني لا يمكن أن يأتي منتخب لا يتمرن كثيرا ولا يعد من فترة يقدم مستويات أمام منتخبات يعني معدة بشكل حاسبة لكل بالحسابات. نعم. الأرقام. نعم. لكن في المقابل كابتن عبد الله اسمح لي، في المقابل يعني اتحاد كرة القدم والوزارة تقول بأنها توفر لكم ولو الشيء الأدنى من أجل أن تظهروا بالمستوى المطلوب، لكن للأسف أصبحت المعادلة عكس ما كنتم تتوقعونها وأيضا يحلم بها الشارع الرياضي. برأيك هل فعلا الوزارة والاتحاد حققت لكم ولو المستوى الأدنى من الاستعدادات والتجهيزات؟ أنا لا أنكر دور الوزارة ولا أنكر دور الشيخ أحمد صالح العيسي في دعم المنتخب، لكن مثل ما قلت لك هناك أوقات يجب إقامة المعسكرات فيها، ويجب أعداد وحسابات لهذه البطولات، ليست البطولة العادية، بطولة أهل كأس عالم. نعم. وصلت أخي. طيب يعني كابتن. نعم كنا نطمح بأن نقدم مستويات أمام هذه المنتخبات، كنا نطمح بالتأهل، لكن عرفنا بكرة القدم، كرة القدم تعطيها تعطيك. هذه كرة القدم. طيب الكابتن عبد الله السعدي حارس منتخبنا الوطني للناشئين، شكرا جزيلا لك، وان شاء الله المستقبل امامكم ولا زلتم في بدايه المشوار. بالتوفيق كابتن عبد الله، واعود الى الرياض عبر السكايب مع الاستاذ ماجد الطيشي. استاذ ماجد، للاسف الشديد اصبحت الرياضه في اليمن هو الحال من بعضه، مثل ما يقول المثل الازمه والحرب، لكن لا زالت الرياضة ربما تشكل نافذة أمل تصنع فرحة معينة، لكن للأسف الشديد عندما تنتهي كل بطولة نرجع يعني نرجع اللوم للأزمة والحرب، رغم أن الاتحاد يتحدث بأنه بيوفر معسكرات، بيوفر يعني احتياجات اللاعبين قبل كل بطولة. إلى متى سنظل نشكي بهذه الصورة ولا نحقق أي إنجاز؟ أولاً دعني أعلق على كلام حارس منتخبنا الوطني عبد الله السعدي. حقيقة هو لا يجد أي لاعب في العالم يدخل ولو أنه يلعب بلاي ستيشن يدخل علشان يخسر. أي أحد أو أي لاعب في الدنيا يدخل بطولة يدخل علشان يكسب، علشان يفوز، علشان يحقق نتيجة إيجابية. نحن نقول للاعبين شكرا لكم ما قصرتوا، أنا أتحدث كصحفي أقول أني شعرت بالرضا عن أدائهم، هم قدموا أداء جيد
يشكرون عليها، هذه هي إمكانيتهم، هذه هي بضاعتنا، يجب ألا نغالي كثيرا ونطالبهم أكثر مما قدموا. ماذا قدمت لهم الحكومة ككل؟ ماذا قدم لهم اتحاد الكرة حتى يطالبهم بأكثر مما قدموا؟ يشكر جهد اللاعبين على ما قدموا حتى الآن. أما بالنسبة إلى ما تسمى نظر هذا الحال، الاستراتيجية هي مترابطة، لا يمكن أن يحقق لك لاعب نتيجة إيجابية وأنت مش مأمن له السكن، وأنت مش مأمن له الاستقرار المعيشي والاستقرار الوظيفي، لا تأمن له دوري قوي، لا تأمن له منافسة، لا تأمن له معسكرات. لذلك هذه الاستراتيجية يجب أن تبدأ أولا من الأسرة، ثم النادي، ثم الاتحاد، ثم الوزارة، ومن ثم هناك رؤية حكومية واضحة في دعم الرياضة أو تبني حركة الرياضة. للأسف معظم المسؤولين في بلادنا آخر اهتمامهم هي الرياضة، ويرون أن الرياضة هذا نوع من الترف والرفاهية. يعني الآن يقول لك وقت حرب إحنا لا نحتاج رياضة، يعني للأسف هكذا بعض المسؤولين يرون أنه الاهتمام يجب أولا أن يكون بالجانب الإنساني والجانب الغذائي، أما بالنسبة للجانب الرياضي فهو آخر اهتماماتهم، رغم أن الرياضة هي رسالة السلام الوحيدة، وربما الآن ما يجمع بين صنعاء وعدن وحضرموت ومأرب هو المنتخبات الوطنية. بينما يفوز لاعب في الشطرنج أو في الطائرة أو في السلة أو في كرة القدم تجد الكل يفرح في صنعاء أو في عدن أو في تعز أو في أي مكان، بعيدا عن الانتماءات السياسية نعم. أو المذهبية أو الطائفية أو أي طيب انتماءات ماجد. أخرى نعم. طيب ماجد ابقى نعم. معي وأيضا الكابتن بدر. سنذهب مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه التصريحات عن مغادرة منتخبنا الوطني للناشئين، وأيضا وصول هذا إنجاز، أنه حقق هذا الإنجاز ووصل إلى نهائيات كأس آسيا. أخذنا عينة من آراء الشارع الرياضي في اليمن نتابعها ومن ثم نكمل الحديث. بالنسبة لمباريات منتخبنا الوطني للناشئين كانت النتيجة متوقعة منذ بداية البطولة. نسبة الإعداد للبطولة من قبل المنتخب كانت لمدة شهر في مصر، لم يخوض فيها عدة مباريات مع منتخبات قوية لاكتساب الخبرة الأكثر. كانت تجميع المنتخب من اليمن والإعداد كانت فترة الإعداد بسيطة مقارنة بالمنتخبات الأخرى. منتخبنا كان أداؤه جيد مقارنة بمنتخبات كوريا الشمالية ومنتخب سلطنة عمان الذي استعدوا بشكل كبير لهذه البطولة، والنتيجة كانت معقولة رغم الواقع الأليم الذي يعيشه المواطن اليمني وكذلك الشاب اليمني الرياضي على مستوى اليمن من مشاكل وحروب وظروف صعبة، إلا أن منتخبنا الوطني استطاع أن يقدم أداء جيد خلال المباريات. ومن الطبيعي طبيعي جدا هي حال كرة القدم أن يتم الخسارة والفوز، ولكن أنا أعتقد أن منتخبنا كان أداؤه رائع جدا وبروح رياضية يتقبلها الخسارة، وأعتبر أن وصل لهذه المستوى يعني كان مستوى عالي جدا بدون إعداد بدون إجراء أي أعمال أخرى، يعني أي إجراء أي مباريات قبل ذلك. لكن بالنهاية ظل المنتخب قدم العديد من النشاط والحيوية في الجانب الرياضي. نشكر كل اللاعبين. حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذن كانت هذه عينة لآراء الناس في الشارع الرياضي عن المنتخب الناشئين والبطولة التي شارك فيها. أعود هذه المرة إلى ماليزيا مع الكابتن بدر البرام مدير منتخبنا الوطني. كابتن بدر، إذا تحدثنا وحملنا الإخفاق برأيك من؟ المدرب، اللاعبين، أم الجهات المسؤولة في الاتحاد والوزارة؟ تابعين على الكنات التي لدى المنتخب ولدى الاتحاد ولدى الوزارة. نعم. أخبركم هذا، أوجه رسالة شكر للجمهور اليمني الذي ساند المنتخب وأزره في الملاعب في ماليزيا، وأؤكد على أن الصدارة الذي كان من الداعمين هنا في ماليزيا سعادة السفير عادل باحميد، وكذلك الاتحاد الثقافي والرياضي والتجاري، جميعهم كانوا في موجودين في دعم المنتخب، وايضا الجاليه اليمنيه واتحاد الطلاب جميعهم كانوا مهتمين في دعم المنتخب. اما بالنسبه لما نتمنى ان شاء الله ان تحصل مراجعه للمستقبل ولخطط مستقبليه بناء على الامكانيات التي ممكن ان يحصل عليها الاتحاد، وأن يكون الترتيب يعني مسبق قبل أو تخطط لها قبل فترات طويلة، لا أن يكون في آخر اللحظات. هذا أهم ما يمكن
أن يقدم للمنتخب وأن يحل مشاكل كثيرة. طيب ابقى معي كابتن وأعود إلى الرياض مع السكايب مع الأستاذ ماجد الطيشي. أستاذ ماجد، إذا ربما الإخفاق هو يتحملها الجميع، لكن بالدرجة الأساسية اتحاد كرة القدم ووزارة الشباب التي ربما كل مرة تبحث في نهاية كل بطولة عن الأعذار. يعني هل يمكن للوزارة أن تراجع هذه الإخفاقات وتكون هناك خطط للمستقبل على الكرة اليمنية ترتقي ولو يعني بالمستوى المطلوب، يعني كرة مشرفة على الأقل؟ طبعا وزارة الشباب والرياضة بقيادة الأستاذ نايف البكري تعمل في ظروف صعبة، أنت تعرفها تماما وأنا أعرفها وكل الشارع الرياضي يعرفها. الآن عملت وزارة الشباب والرياضة مع الاتحاد العام لكرة القدم على استخدام مدرب للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وكلف هذا مبلغ كبير جدا، يعني كل معسكر يقام يكلف مبلغ كبير جدا. اتحاد كرة القدم ينفق أموال كبيرة على إعداد المنتخبات الوطنية، على السفر، على المدربين، على الرواتب. لذلك أنت لا تستطيع أن تلوم اتحاد كرة القدم ووزارة الشباب والرياضة في تحقيق نتائج إيجابية، ووضعك السياسي لا يسمح لك أن تتحرك أكثر. يعني عندما نتحدث عن مشاركتنا لمنتخب الناشئين في عام 2009 مثلا أو عام 2007 أو ما قبلها، كان الوضع مستقر وكان يمكنك أن تستدين حتى مبلغ من المال، كان داخل صندوق رعاية النشء والشباب يتجاوز 3 مليار، لكن اليوم أنت تتكلم عن صندوق النشء والشباب ما يصل إلى 100 مليون. وهنا الفارق الكبير جدا جدا، ميليشيا الحوثي تسيطر على المبالغ المالية التي كان يتحصل عليها صندوق رعاية النشء والشباب. فذلك هذا يحد من إمكانية الوزارة في تقديم المبالغ المالية المطلوبة. الآن منتخبنا الوطني الأول على مشارف المشاركة على للنهائيات الآسيوية، ويقف الاتحاد العام لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة عاجزين على توفير معسكر أو تأمين معسكر يليق بهذا الحدث الكبير. نعم. بعض المشاكل التي تحدث عنها بالنسبة للاتحاد العام لكرة القدم، إقالة المدرب ربما جاء في توقيت غير سليم. يعني أنا كنت أتمنى أن يتم إقالة المدرب إذا كان هنالك نية اتحادية لإقالة المدرب قبل أن يبدأ التجمع. يكلف مثلا وائل غازي اللي هو مساعده اللي نكن له كل الحب والتقدير، او يكلف مدرب وطني اخر لقياده المنتخب منذ بدايه الاعداد، لكن ان يكون معك في مرحله الاعداد مدرب وفي مرحله النهائيات مدرب، ان ياتي اليك مدرب لم يختار اي لاعب، يعني المدرب الذي يقاد المنتخب الوطني للناشئين في نهائيات الاسيا لم يختار اي لاعب ولا يعرف اليمن ولا يزر. من المسؤول ماجد إذا تحدثنا عن هذه النقطة، من المسؤول عن اختيار اللاعبين إذا كان بهذه الصورة المدرب الذي يقود المنتخب لا يختار أي لاعب؟ هو حدث وقع في اتحاد العام لكرة القدم أن أوكل المهمة في توقيت صعب جدا، ربما هو لبى رغبة الشارع الرياضي. تعرف نحن في الشارع الرياضي إذا تذكر الانتقاد ثم بعد ذلك تخلق المبررات. أستاذ ماجد، لا الشارع الرياضي عادة يضاف نريد مدرب أجنبي، نريد مدرب أجنبي، ولا يهمك كيف يكون هذا المدرب الأجنبي. لا يؤمن بالمدرب الوطني، رغم أنه وصلنا إلى نهائيات كأس العالم في 2003 كان بمدرب محلي، ووصلنا إلى المركز الثالث في غرب آسيا للمنتخب الأول كان بمدرب محلي، ووصلنا إلى نهائيات آسيا 3 مرات بالنسبه لمنتخب الناشئين، واربع مرات لمنتخب الناشئين، وثلاث مرات لمنتخب الشباب كان بمدربين محليين. ربما ان الاتحاد العام لكره القدم لبى رغبه الشارع الرياضي بالتعاقد مع مدرب اجنبي اللي هو مدحت شلبي، لكن هذا المدرب لن يستفيد منه المنتخب شيء، لانه جاء قبل البطوله باقل من شهر وسيغادر بعد انتهاء البطوله مباشره. نعم. لا تنتظر اي استحقاقات قادمه. نعم. تعتقد اذا هذا ربما سبب رئيسي في اخفاق المنتخب الوطني للناشئين بالبطوله؟ هو ليس سبب رئيسي، ولكن هذه من الاسباب التي ساعدت. كذلك العزيز بدر البرام الذي اكن له كل التقدير وهو صديق شخصي بالمناسبه، تولى المهمه قبل البطوله بايام، ربما هو تحمل اكبر مما يجب ان يتحمله اي شخص. يعني أن يقال المدير السابق وأنت تأتي على وضع مكرسب وتذهب إلى نهائيات آسيا لا تعرف ظروفها تماما، هو ليس بعيد عن كواليس الاتحاد وعمل الاتحاد، ولكن أحيانا هنالك بعض الإدارات لها خصوصيتها. يعني أنا حينما آتي إلى المنتخب الناشئين وهي ذاهب إلى بطولة كبيرة في انفرادي وأتحمل هذه المسؤولية، هي شجاعة تحسب للأخبار، وأتمنى له
التوفيق في المهمة القادمة، وأن يكون مدير المنتخب من وقت بدري شوي، يعني بدري شوي أن يكون مدير المنتخب للناشئين والشباب من بدري شوي ويستاهل. نعم. طيب استاذ ماجد، سانقل نقاط مهمه ذكرتها انت للاستاذ بدر البرام مدير المنتخب. كابتن بدر، هل فعلا تغيير المدرب كان له يعني دور اساسي في الاخفاق، لان المدرب اتى لا يعرف يعني اللاعبين ولم يتم اختيار اللاعبين، وايضا لم يكن بذلك القدر من المستوى، ربما لو بقى المدرب المحلي ختام لكان يعني المستوى افضل ولقدم المنتخب يعني نقاط وحققها في هذه البطوله. هناك توضيح بسيط بخصوص المدربين المحليين. نعم. ليعلم الجمهور أن المدربين المحليين الذين يملكون شهادة أي وبي قليلين في اليمن، معدودين. نعم. ومن شروط الاتحاد الآسيوي في مثل هذه البطولات أن يمتلك المدرب شهادة بي. فشهادة بي لا يملكها إلا أشخاص معدودين في اليمن، هذه من ناحية. والمدرب وائل غازي عنده شهادة سي لكنه لا يحمل شهادة بي، وهذا ما عاد ترشيحه لقيادة المنتخب. بالنسبة للمدرب وتغيره، يعني قالت المدرب الأول وخلفه مدرب آخر، هذا أيضا سيسهم أيضا في إيجاد بعض المشاكل للاعبين وعدم فهم المدرب للاعبين في فترة قصيرة. نعم. هذا أيضا يجب أن يرتب له من قبل، وأعتقد أن الأهم في ذلك أن يكون هناك إعداد مبكر. نعم. كابتن بدر، لو التقيت بالكابتن بدر قبل البطولة لكانت ربما مستوى الأحلام وسقف التوقعات والاستعدادات على لسانك بأنكم ستحققون يعني نقاط كبيرة وستقدمون كرة مشرفة لليمن في هذه البطولة، لكن بعد يعني للأسف الإخفاقات تأتي يعني ربما هذه الأعذار، يعني هل يكون المدرب أو مدير المنتخب أو الاتحاد يعني على دراية بهذه النتائج ويحاول أن يسوق مغالطات للشارع الرياضي في البداية؟ ما قلته سابقا أعتقد أنه واضح، وقلت لك أنه إذا في إعداد مبكر للمنتخب سأستطيع أن أوعدكم أو المدرب سيوعد الجمهور بأن يحقق نصر كبير، لكن في هذه الحالة وفي ظل المشاكل الموجودة بدءا بالمشاكل المالية والسياسية و الى ما الى اخره، كل هذه ساهمت في يعني اخفاق المنتخب، ومن الصعب ان توعد الجمهور بنتيجه كبيره، وهذا ما هذا يعني ما قدمه المنتخب بحسب امكانياته. طيب كابتن بدر، اذا الان ربما الان وصلتم الى النهايه واعلان مبكر لمغادره منتخبنا الوطني للناشئين لهذه البطوله، الان التحدي الاكبر الذي تراه انت امامكم في منتخب الناشئين الذي يعول اليمنيين عليه كثيرا في المستقبل، لانه الوصول بحد ذاته الى بطوله الى نهائيات بطوله اسيا هي شيء كبير وانجاز يحسب للكره اليمنيه رغم الظروف الصعبه، اذا تحدثنا عن التحدي الاكبر مستقبلا امامكم ما هو؟ للعلم سأذكر ملاحظة أخرى، خلال إعداد المنتخب الفترة الأخيرة تم استبعاد مجموعة لاعبين، 4 لاعبين تم استبعادهم نظرا لأعمارهم، بعد الفحص الطبي ظهر أنهم أكبر من السن، أكبر من 19 سنة، وواحد أصيب وهم من أهم اللاعبين في المنتخب. هذا من جانب. من جانب نعم. آخر، بناية المنتخب وإعداد المنتخب سواء المنتخب الصغير سيتم الاهتمام فيه، وأمل ذلك أن يتم رعايته من الاتحاد والوزارة، وأن يؤهل ليكون منتخبنا القادم للشباب والمنتخب الأول. نعم. طيب بدر، سؤال أخير فقط من ناحية فنية ربما للشارع الرياضي لمن يريدون أن يفهموا معلومة فنية، إخفاق منتخبنا الوطني هل لأن المستوى الفني لمنتخب عمان ومنتخب الأردن وكوريا أكثر يعني أم الجانب المالي والاستعداد له أيضا دور كبير؟ أذكر أن المنتخب العماني وجميع المنتخبات لهم أكثر من أقل منتخب تقريبا 3 أشهر عدت له معسكرات ومباريات دولية ودية،
وسافروا إلى أكثر من بلد وشاركوا في أكثر من مشاركة، وكل هذا إعدادا لهذه البطولة. نعم. مقارنة بالمنتخب اليمني الصغير نجد أن هناك فارق كبير بالإمكانات المتاحة بين المنتخبات، ما أداه المنتخب أو اللاعب اليمني هو أفضل بكثير مما يؤديه اللاعب العماني أو الكوري أو غيره. نعم. لكن أو مقارنة بالإمكانات الموجودة، فإذا توفرت هذه الإمكانات التي تتوفر للمنتخبات الأخرى أضمن لكم أن اللاعب اليمني سيحقق انتصار كبير أمام أي منتخب. نعم. الكابتن بدر البرام مدير المنتخب الوطني للناشئين، شكرا لك ولسعة صدرك. نحن هنا نتساءل ولكن لا يعني لا نغفل الجانب الآخر مما أنجزتموه، يعني بحد ذاته أن تصلوا إلى بطولة آسيا في هذه الظروف هو إنجاز كبير. شكرا لك كابتن ولكل لاعبين منتخبنا الوطني. سنذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه المادة المعلوماتية، عدها الزميل وديع عطا عن مسيرة منتخب الوطني للناشئين منذ البداية حتى وصولا إلى نهاية البطولة. نتابع. من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، وهذه المرة إلى الدوحة مع الأستاذ بشير سنان المدير التنفيذي للصحافة الرياضية بالاتحاد الأسيوي. أستاذ بشير مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والعافية أخي بشير، ومساء عليك وعلى جميع الأخوان المتابعين لهذا البرنامج. أهلا بك. نعم أهلا بك أستاذ بشير. ربما دائما أنتم كصحفيين أو قريبين من الشارع الرياضي تجلدون المنتخب أو أي إنجاز يحققه، هل فعلا يعني فيها نوع من الظلم للمنتخب الوطني إذا ما تم مقارنته بالمنتخبات الأخرى التي تملك الإمكانات، تملك المعسكرات التدريبية، تملك المال، تملك كل شيء، وأيضا الأمن والاستقرار هو المبدأ الأساسي؟ أخي بشير، أولا هذا كلام يعني إيش يقول لك، كلام مستهلك وعاف عليه الزمن، ولا ما عاد تعرف تغالط الاتحاد كرة القدم يحاول يغالط الناس والجمهور الرياضي في زمن الفيسبوك والتويتر، والناس عارفين انه سوريا والعراق وفلسطين كلهم وضعهم أسوأ من وضع المنتخبات الوطنيه، ويحققون نتائج طيبه، لدينا لاعبين مميزين، لدينا لاعبين موهوبين، لكن للاسف الاتحاد اليمني لكره القدم يتحمل الفشل الذريع للمنتخب الوطني للناشئين في هذه المشاركه، وان كان انجاز التاهل حسب المدرب ختام ومن معه، فان الاخفاق في النهائيات يحسب على إدارة الاتحاد القانوني وتحديدا على نائب رئيس الاتحاد اليمني حسين باشمفر الذي يتخبط بالمنتخب وبجهازه التدريبي وبكل أمور المنتخب، سواء المنتخب الصغير أو المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي. الوضع يا عزيزي للأسف أسوأ من السيء. منتخب الوطني الناشئين تعرض لمؤامرة إدارية كبيرة جدا جدا، فكانت النتيجة كما تابع الجميع عبر الشاشات. لا تصدق الكلام اللي قاله بدر البرام الذي يحمل من اسمه الكثير، يعني لا تصدق الكلام اللي قاله بأن اللاعب اليمني أفضل من اللاعب الكوري وأفضل، ولا لا كلام من السلك هذا. يا أخي أنت مدير منتخب، يا أخي قدم تقريرك، إيش قدم المنتخب خلال المشاركة؟ ماذا عملت مدرب يا أخي للدقيقة 80 نزل يغير دقيقة 85؟ إيش المدرب هذا يا أخي؟ إيش السيب اللي يحمله مدحت شلبي مدري علي شلبي مدري اسمه مدرب هذا المدرب المنتخب؟ ماذا يحمل من سيب المدرب منتخب الناشئين لمن المنتخب 25 مليون يمني يحترق في يكتوي بالحرب يبحث عن الرياضة لكي تكون المتنفس الوحيد؟ نعم. فإذا بدنا نفاجئ بهذا المستوى للأسف يا بشير والله العظيم. ولكن كابتن بشير أستاذ بشير أن يصل منتخب الناشئين إلى نهاية بطولة آسيا فهذا إنجاز كبير، يعني من الظلم أن نتجاهل هذا الإنجاز ولا نرى إلا الجانب المظلم. عندما وصل المنتخب إلى النهائيات صفقنا له، وللمعلومة منتخباتنا ذهبت في الفئات السنية نحن مميزون، ومنتخبنا وصل بعيدا، ولنا منتخب الناشئين حققنا وصيف كأس آسيا ووصلنا إلى كأس العالم، ولنا إنجاز أفضل من إنجاز اللي تحقق.
لكن أن يزايد عن البعض في مسألة التأهل ثم ترك المنتخب هنا ما يحس النفس وما يؤلم كثير. يعني أنا أسأل الأخ بدر البران إذا كان عاد موجود معك يجاوبنا على الهواء، ماذا يفعل ابن نائب رئيس الاتحاد اليمني مع بعثة المنتخب الوطني للناشئين في ماليزيا؟ ما هو عمله؟ هل يعني ثار الشعب وطلع الثورة على التوريث عشان ننقل التوريث لميادين الرياضة؟ هل ما تحقق للمنتخب يعني مع هذا المدرب؟ يعني أصغر، إذا جبت لي أصغر واحد ما يعرف الرياضة، واحد رعوي من داخل الحول، وتقول له تفرق المباراة بيغير بعد الدقيقة 60، مثل ما عمل كل مدرب منتخبات العالم، مدرب يغير الدقيقة 85 أو 87، إيش بالضبط إيش يشمل من فكر تدريبي؟ هناك تخبط كبير في اتحاد الكرة، مثل ما أشدنا وقلنا إنه حقق إنجاز وتأهلوا وعذرناهم وقلنا الموارد وما موارد، لكن للأسف ندور في نفس الفلق ونعود مرة أخرى إلى دائرة الإخفاقات والتحقق بالموارد فيه من الكذب الكثير، لأن هناك موارد تصل للمنتخبات سواء عبر الاتحاد أو عبر وزارة الشباب والرياضة، وإن كانت شحيحة لكن يمكن بها تسيير النشاط ويمكن بها تجهيز منتخب يليق. الآن يقول لك منتخب الناشئين نحن مقبلون على فضيحة كبرى بعد شهرين، منتخب الوطني الأول، المنتخب الذي يمثل كل يمني لا يمتلك مدرب حتى الآن، ماذا يفعل اتحاد الكرة؟ ولماذا كل هذا التضليل على الجماهير الرياضية وعلى الصحافة الرياضية؟ نعم، اللي أنا أطرح هذه الأسئلة أخي بشير لكي تكون أمام الصورة الحقيقية. طيب، بقى معي أستاذ بشير، أعود للأستاذ ماجد عبر السكايب. نراه أستاذ ماجد، هل يعني ما طرحه الأستاذ بشير من نقاط مهمة هي فعلا حقيقية؟ أولا تحية للزميل والصديق بشير سنان، يتكلم بحرقة شخص محب لبلده، من ذا الذي لا يتمنى أن يرى بلده في العلالي وأن يكون في أفضل حال؟ ولكن يجب على الأخ بشير أن يعرف واقع الحال. يعني اتحاد كرة القدم يعيش تخبط منذ زمن بعيد، ما الجديد الآن حينما يقول إنه ابن باشن فرح مسؤول المالي، أو إنه محمد الروحاني استبعدوه في الوقت بدل الضائع، أو إن محمد ختام أقيل في توقيت صعب جدا. كمان هو نساء أن يضيف نقطة استبعاد اللاعبين، لما تستبعد لاعب تقول إنه كبير في السن قبل المشاركة بأسبوع، هذا أمر غير مقبول. يعني يا أخي أنت كيف تعد منتخب وبلاعبين دون أن تعرف أعمارهم؟ يعني لماذا أنت تعدهم؟ يفترض كانت أن تأتي الفرصات قبل الاستعداد. الآن كمدرب أبني خطتي التدريبية على إن المدافع معي بشير الحارثي وبشير سنان وسلح المعلمي وناصر وكذا، وبعدين يجي قبل البطولة بيومين يستبعد لي بشير الحارثي وبشير سنان وقبض المدافعين. يعني فأعتقد أن هذا إنها أخطاء كبيرة ارتكبها اتحاد كرة القدم. ولكن حينما نتحدث عن اتحاد كرة القدم هو يعمل في ظروف صعبة جدا، فالأخطاء هو أخطاء إدارية وليست أخطاء مالية. الأخطاء الإدارية يجب أن تعالج، يقوم بها بعض الأشخاص هو خصهم بالإذن. نعم، وبعض التساؤلات هذه لن يرد عليه أحد في مثل هذه التساؤلات. نعم، طيب أستاذ ماجد، يبقى معي أيضا الأستاذ بشير سنان. سنذهب أيضا مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نستطلع الشارع ونرى وجهة نظر حول مشاركة منتخبنا الوطني للناشئين في بطولة آسيا، نتابع. رغم الحرب القائم في اليمن وعدم تأهيل الناشئين، المنتخب الناشئين، ألا أن منتخب الناشئين أبرز وظهر في مستوى جيد وأدى مهام جيد وتأهل وخلق فرحة بين اليمنيين رغم عدم التأهيل وعدم الإمكانيات الموجودة في اليمن، ألا أن المنتخب ظهر ظهور رائع. اليوم الشعب اليمني يبحث عن الفرحة بين الركام الأحزان، المنتخب الوطني للناشئين استطاع إيجاد هذه الفرحة التي شكلت مبشرات بأن الشباب لهم مستقبل واعد وأن الرياضة في اليمن ستستوعب هذه الكوادر وهذه المؤهلات بدلا من أن تستوعبها مدارس الميليشيات التي تزج بهم في محارقها. هذه الفرحة التي تتواكب مع أفراح شعبنا بأعياد ثورته المجيدة تبشر بأن المستقبل سيكون له أفراح، سيكون للشباب أيضا الدور، سيكون للرياضة وللأنشطة المدنية ريادة، وسنتصدر في كثير من المحافل وسنرفع رؤوسنا في كثير من المجالات كما رفعها. من جديد أعود للأستاذ بشير سنان في الدوحة. أستاذ بشير، ربما الكثير يعني لديهم أخذ عليك كثيرا بأنك يعني أحيانا تمدح الاتحاد وما يقدمه من دعم لاستمرارية الكرة اليمنية ولو في مستواها الأدنى، لكن
بعد كل بطولات يعني تعكس الكلام تماما وتقوم بانتقادات وتوجهها لاتحاد كرة القدم. أريد منك جوابا واضح، لماذا؟ أنا أشوف، أنا بالنسبة لي طبعا لازم للإعلام الرياضي لابد أن يكون منصف في بعض الجانب. نحن عندما نقول الاتحاد نشكر استمرارية الاتحاد، هي مش فضل ولا منا، يعني مفترض الاتحاد سواء قدم الفلوس الشيخ أحمد العيسي، سواء قدم من الاتحاد الدولي، سواء الجانب الوزاري، الاستمرارية لابد أن نشكره عليها. لكن الفوضى، لا، الفوضى مرفوضة جدا جدا. أنك تأخذ فريق منتخب يمثل منتخب الحميريين السبائيين اليمانيين، تخليه يلعب مع فرق حواري، مع أولاد شوارع في القاهرة، وتقول لي هذا إعداد فني، لا. إنك تأخذ منتخب وتشارك به قبل البطولة وتسحب أهم اللاعبين قبل البطولة بحجة الفحص الفني، هذا تخبط إداري يا أخي. إنك تأخذ منتخب وتقيل المدرب الذي صعد بالمنتخب للنهائيات وتقول لا المدرب جالس يمشي على، لا، هذا تخبط. إنك تعين من تسيو تطلع من تسيو، إنك تصدر مذكرة بحجز مدير أو مسؤول المالي في مطار في فضيحة، يعني ما حصلت في أي كرة كما صرف، هذا تخبط. عندما تذكر الاتحاد من واجبنا كإعلامي أن نكون منصفين، ما نكون في النهاية. والأمانة سبق قلت أنه كان في ظروف، وأطلعنا الأخ أمين الدكتور حميد شاباني على بعض الظروف المالية التي مر بها الاتحاد، وقال يبشر بأنه لازم أنتم توضحوا للشرعية المالية أنه ما فيش مخصصات من الوزارة ولا نسترين كذا كذا. فالجانب هذا مننا يطلب منك إعلام، نحن نتكلم. لكن عندما يتعلق الموضوع بفوضى، في فوضى إدارية بحتة سببت النتائج الهزيلة للمنتخب، فهنا لا يجب السكوت. نعم. وإن كان أشدنا فمن الواجب ومن طيب أستاذ بشير كإعلامي أننا أتراجع عن تلك الإشادة. نعم، وضحت هذه الجزئية أستاذ بشير. يعني وصلنا إلى نهاية الوقت، ولكن حاب يعني أفهم منك كيف تابعت الإعلام الرياضي واهتمامه لتغطية الأحداث الرياضية والبطولات والبطولات لمنتخبتنا الوطني وآخرها منتخب آسيا. كيف تقيم الإعلام الرياضي في اليمن؟ والله شوف، بالنسبة للإعلام الرياضي نحن نعيش، كنا نعيش حالة وفاة سريرية بسبب تكميل نشاط الإعلام الرياضي من قبل الوزير الأكواع منذ أكثر من 23 سنة. نعم. جاءت الجمعية اليمنية وعادت وقامت بالعديد من الأنشطة، وكنت أنت أحد من شرفنا في عبر الجمعية في بطولة كأس الخليج. نتمنى أن يكون هناك لاحقا تنسيق بين اتحاد كرة القدم. نحن مستعدون كجمعية الإعلام اليمني الرياضي أن نبتعث إعلاميين مع مشاركات المنتخبات على نفقتنا الشخصية، لا نريد لا من اتحاد القدم ولا من غيره أي مبلغ، فقط يتم التنسيق ويتم إعطاء الإعلامي المكانة التي يستحقها، يأخذ تأشيرته ورافع رأسه في داخل بيته ويسافر ورافع رأسه ومصروفه في جيبه، لا ينتظر من اتحاد الكرة شيء. إن شاء الله في الأيام القادمة يتم التنسيق لهذا الموضوع. لدينا أخبار سارة جدا جدا، أبشرك وأبشر متابعي برنامج بين قوسين، إن شاء الله خلال أقل من شهر ونص بإذن الله راح تسمع أخبار جيدة جدا عن الإعلام الرياضي اليمني. نعم. وبالتوفيق إن شاء الله للجميع، نتمنى إذا في أي ملاحظات أن يكون الجميع معنا كعامل مثل ما يقال عامل إيجابي في النقد البناء في إبداء الملاحظات. نعم. تكون شراكة الجميع، الإعلام الرياضي ليس حكما على أحد. صحيح. المدير التنفيذي للصحافة الرياضية في الاتحاد الأسيوي الأستاذ بشير سنان كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك، وعودة أخيرة للأستاذ ماجد الطياشي. أستاذ ماجد، سؤال أخير فقط، يعني هذه المرة في هذا البطولة الناشئين في ماليزيا لم تحظى بتلك الصورة من الدعم والتأييد، ما هي الأسباب برأيك وأختم بها منك؟ أولا في إجابة في معرض الإجابة على هذا السؤال، نشكر الجمهور اليمني الذي كان الداعم الأول للمنتخب في هذه البطولة، حضر تحت المطر بالآلاف، هناك نساء وأطفال وشباب وكبار وصغار حضروا أزرع المنتخب الوطني، هذا يدل على حبهم لوطنهم. السفير ذهب إلى المنتخب وكافئهم في المباراة الأولى رغم الخسارة، وعدهم بالمكافأة في حال تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الثانية. الكل يحب منتخبه، الكل يحب بلده، ولكن أعتقد أنه الحالة السياسية هي من طغت على نفسيات الناس، وأصبح الجمهور اليمني في حالة تفلت ويبحث عن الفرح فقط ولا يبحث عن أنصاف الفرص أو أنصاف الحلول، يبحث يريد فرح، يريد من ينشر من هذا الواقع. فأنا أتمنى أنه الاهتمام يبدأ بالمنتخب الأول من الآن، ما يزال أمامنا 3 أشهر للوصول إلى نهائيات آسيا، أو 4، يعني 3 أشهر وشوي للوصول إلى نهائيات آسيا للمنتخب الوطني الأول، وهو الوجه المشرف والمشرق للكرة اليمنية. إذا ما أردنا أن نصنع تاريخ يجب علينا أن نهتم بهذا المنتخب حسب معلوماتي المدرب.
نعم. يسلم امره وهو مدرب يوغوسلافي وبراتب كبير جدا. تبقى توفير معسكرات وزير الشباب والرياضه الاستاذ نايف البكري ما قصر، عمل على توفير معسكر للمنتخب الوطني الاول في المملكه العربيه السعوديه. اتمنى ان يتم استثمار كل هذه الظروف ان شاء الله لخدمه المنتخب الوطني الاول وعدم تكرار خسائر المنتخب الوطني الناشئ. نعم. الذي كان اول المودعين لنهائيات اسيا. المنسق الاعلامي بمكتب وزير الشباب والرياضه الاستاذ ماجد الطياشي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر السكايب من الرياض. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى الختام، لم يبقى الا ان نشاهد واياكم مجموعه مختاره من الاهداف التي رسمت البسمه والفرحه على وجوه الشارع الرياضي اليمني خلال مسيره الناشئين للوصول لبطوله اسيا. نتابع هذه الاهداف ومن ثم نعود. هدف التعادل الاحمر لانها ما فيها تسلل. عاد سامي البعداني موقفه في اللقطه الماضيه، تواجد داخل منطقه الجزاء وسجل هدف التعادل لصالح المنتخب اليمني. شوف بشكل جميل والانفراد ومختصر، صراع كبير، صراع قوي وركله جزاء. سلطان ويوسف في المرمى، جول ثاني للاحمر اليماني، اصبح يسجل الهدف الثاني في هذه المباراه. اصبحت 2-1، اصبحت 2-1. سلطان يوسف المدافع وضع الوصول للمرمى، يسجل، يضع الكرة في شباك حارس المرمى يوسف البلوشي، يدخل ويسدد جول. رباعية يمنية بالشباك العنيفة، يسدد واحدة بيمنى بهذه الطريقة أقصى الزاوية للنابي. تحرك الأطراف، شوف هذا ظهير أيسر. إذن كانت هذه هي لقطات مختارة من أهداف منتخبنا الوطني للناشئين في بطولة آسيا. وصلنا إلى الختام، تقبلوا تحايا الشباب في الإعداد والإنتاج الزميل وديع عطا والزميلة إلهام عامر وكافة الطاقم الفني. حتى الملتقى بحلقة جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.